أول كلامنا عن عودة الجمهور، يعني طبعا يا فرحة ما تمت، الكل كان ينتظر اليوم قرارا بعودة الجمهور ل 2000 3000 4000 5000، ولكن تم إقرار عودة الجمهور ب 300 لا 300 واحد فقط أو 300 مشاهد فقط في الاستاد. اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد مع مسؤولي الأندية في دوري القسم الأول انتهى اليوم على الاتفاق على حضور 300 مشجع من لكل نادي في الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، على أن يكون حضورها طبيعيا في مباريات كأس مصر ويتحمل كل نادي مسؤولية جماهير. اتفق المجتمعون أيضا على تغليظ العقوبات لائحة المسابقات الخاصة بالجماهير لردع من يخرج عن القواعد العامة بحرمانها من حضور مباريات فريقها لعدد من المباريات أو منعها عن الحضور تماما. أيضا تم تغليظ العقوبات على الأجهزة الفنية واللاعبين المعترضين على قرارات الحكام مما يتسبب في إثارة الجماهير. أخيرا كما تم الاتفاق على قيد 25 لاعب في قوائم الأندية في الموسم المقبل على أن يظل اللاعب المتعاقد على قوة ناديه حتى يتم تسويقه بما يضمن مصالح الأندية. وهذا الاتفاق على اعتبار أن الموسم المقبل هو الأخير بالنسبة لمعاملة اللاعب السوري معاملة المصري بناء على طلب الأندية.